حين يلتقي اللباس التقليدي من مختلف ربوع الوطن ليشكل صورة عصرية مطورة، تأتي سيرتا فاشن لعام 2018 لتسعى إلى تقديم ما هو جديد وأجمل من الأزياء في الجزائر وخارجها. الهدف من هذه التظاهرة سيرتا فاشن 2018 هو إخراج المنتوج خارج الوطن، يعني إخراجه للعالمية. اليوم جيت لقسنطينة في هذا الإيفنمون تاع سيرتا فاشن باش نقدم زي تقليدي، وشاركت سبيسيالمون في الملح فشاوي ولاغو بيربير. انا نعتمد اكثر على الطرز والعقاش البيرلاج، وندير كما يحبوا البنات تاع درك، ندير حاجه مودرن لي كولور اللي يحبهم البنات تاع درك. اشكال مصممه بطريقه حديثه، الا انها تعايش التراث الخاص بكل جهه من الوطن، فمن الجبه القسنطينيه والشاويه الى الكراك العاصمي والزي الصحراوي، دون ان ننسى القفطان واللباس العصري. جابونا لي توني كانوا بيان، جاونا بيان، بلا ما نساو لي كوافوز تهلاو فينا تري تري بيان. بون انا لبست دركا تخوا توني، لبست كاراكو، لبست اون روب قندورة. صورة أخرجت المرأة الجزائرية في أبهى حلة لها، ليبقى للتراث الجزائري الأصيل ذوق خاص.